حزب حاضر في المشهد السياسي التركي، داوا أو الديمقراطية والتقدم، حزب بقيادة علي باباجان، الاسم اللامع أيضاً في المجال الاقتصادي. الحزب أسس بعد انفصال زعيمه عن العدالة والتنمية. من بين مؤسسيه وزير العدل السابق سعد الله إركين، وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا السابق نهاد إركون، ووزيرة الدولة السابقة سلمى علي كوافة. انتخب باباجان بالإجماع رئيساً للحزب في اجتماع المؤسسين في آذار مارس 2020. برنامج الحزب كما أعلن باباجان يشمل تنفيذ حكم القانون وحرية الصحافة والنظام البرلماني. الإعلان تضمن ذكر تفاهم جديد على أساس مبدأ أتاتورك بتبني مبدأ السلام في الداخل السلام في العالم في السياسة الخارجية لتركيا. في النظام البرلماني فإن الرؤية المطروحة تتضمن إنهاء حق النقد للرئيس على القوانين وقاعدة السنوات السبع. عن الرفاهية الاجتماعية والعدالة وتكافؤ الفرص يدافع حزب الديمقراطية والتقدم، كذلك يرى أن الأسرة هي أساس المجتمع. أخيراً في السياسة الخارجية يدافع حزب الديمقراطية والتقدم عن فكرة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي باعتبارها هدفاً ذا أهمية تاريخية وله أهمية كبيرة لكل من الدولة والجغرافيا التي توجد فيها.